عليا متحمسه للجواز ان فكره ان انا وعبد الرحمن هنبقى مع بعض اخيرا. احنا بقالنا كتير قوي مستنيين ان احنا نبقى مع بعض في بيت واحد. لان الطبيعي في مصر ان انت بتفضل عايش في بيت اهلك لحد ما حاجه واحده تحصل انك تتجوز. لكن زهق قوي انه 3 سنين مخطوبين. طب ايه بقى الجديد بقى؟ خلصنا كل الحاجات. لازم في اول سنه من الجواز اختبار لكم انتم الاثنين. احنا حاطين تخيل لحياتنا ان احنا عايزين اول 3 سنين ان احنا ناخد فتره نتعود على بعض فيها وبعدين نجيب اطفال. ما ينفعش يا حبيبتي. زغاريط وفستان ابيض ورد بيتحدى. اي بيت فيه 2 قياده يبقى مش هينجح. واحد، اثنين، ثلاثة.